بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن الفيسوليبيدات. طبعا هو نزع الحمض الدهني من الجليريسيدات الثلاثية، وإضافة مجموعة فوسفات تسمى الفوسفوليبيدات، وتعتبر المكون الأساسي لجدار الخلايا في الإنسان، وأيضا موجودة في الحيوان، وهي مهمة جدا في الغشاء الأساسي في جدار المخلوقات الحية من الإنسان والحيوان. وإلى هنا انتهى الدرس. موقعها في انقلاب في الخلايا، وتتحلل بسبب نزع الحمض الدهني من الجلوريسيدات الثلاثية مثل ما تكلمنا عنها، وشرحنا الجلوريسيدات الثلاثية سابقا في الدروس اللي قبل. وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. إن شاء الله راح نتطرق إلى تعمق هذا الدرس في الدروس القادمة إن شاء الله. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.